اليوم راح نكمل بالزد ترانسفورم. راح ناخذ الزد ترانسفورم اوف ا ديكي اكسبوننشال. لو عندي اكسبوننشال او عندي فانكشن اف اوف تي تساوي تي تو ذا ماينس سي تي. طبعا اذا بدي اكون دقيق حتى نضلنا متابعين زي ما كنا نعمل في اللابلاس ترانسفورم، هي ما بتكون لها قيمه الا عند بعد زيرو. فلو بدي ارسم هذا الديكي اكسبوننشال تعريف الزد ترانسفورم مرة تانية، قلنا اف اوف زد بتساوي سمميشن من ان بتساوي زيرو لانفينيتي اف اوف ان كابيتال تي زد تو ذا ماينس 1. فرح نعوض بنفس الطريقة. إذا صار عندي اف اوف زد للديكي اكسبوننشال هذا، راح يكون عندي هلا هون اي تو ذا ماينس، في البداية راح يكون زد تو ذا ماينس 0 هون راح يكون عندي 1، بعدين راح يكون عندي هون z to the minus and z to the minus n e to the minus c capital T زائد e to the minus 2 c capital T z to the minus 2 زائد e to the minus 3 c t z to the minus 3 إلى آخره. إذا بنطلع على هاي بنشوفها عبارة عن geometric series. الترم الاول فيها A عبارة عن 1، وبعدين كل مرة عمالي بضرب في E to the minus C T Z to the minus 1. يعني هون كأنها geometric series أو progression. A فيها تساوي 1 و R تساوي E to the minus C T Z to the minus 1. فكل مرة عمالي بضرب مرة اللي بعدها عمالي بضرب في ECT. فبصير عندي السم اللي هو F of Z بيساوي 1 على 1 minus E to the minus CT Z to the minus 1. رح اضرب البسط والمقام في Z، رح يصير عندي هون Z على Z minus E to the minus CT. هذا هو Z transform ذا decaying exponential.